المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم من الهمشنال جسفة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا نشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي الدائم من الهمشنال. لغزة ديالي مولا الوصفة ديالي إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بعلاج الشيب الشعر نهائيا وللأبد في أقل من ساعة فقط. تخلصي من الشيب بهذه الوصفة السحرية والرائعة جدا. فنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى تبديكم، نتمنى تستفدوا منها يا ربي، سواء بالقليل ولا بالكثير، المهم أهم شيء هو تخرجوا بالاستفادة من هذا الفيديو هذا أكيد بصفة طبيعية. فنبغي نرحب بالبنات ونبغي نرحب بالسيدات، مرحبا بكم في هذه القناه اللي كنتو تكتشفوها اول مره. فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد، وايضا ما تنساوش تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف. مرحبا بالوصفات ديالكم الطبيعيه، يعني اي سيده عندها وصفه طبيعيه بغات تبارطاجيها معنا ولا بغات تشاركها معنا فمرحبا بها، فممكن اكيد تشاركها معنا في التعليقات، تخلي لنا اي وصفه طبيعيه بدوري انا شخصيا نجربها، والا عجبتني وعطتني نتائج مزيانه غادي نجي نشاركها معكم في القناه لتعم الفائده للجميع. ما نطولش عليكم اكثر من هذا، ونمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، الطريقه ديال التحضير، الطريقه ديال الاستخدام والاستعمال ايضا. فاول مكون غادي نحتاجه له في هذه الوصفه، سنحتاج الى بيضه يعني بالكامل الصفار والبياض، ممكن تاخذوا جوج البيضات ولا ثلاثه. دائما الكميه ديال كل هاد المكونات ديال هذه الوصفه كتبقى على حساب الطول والكثافه ديال الشعر، وايضا الكميه ديال الشيب واش هي كثيره ولا قليله. بالنسبه لثاني مكون غنحتاجو قهوه سريعه الذوبان او القهوه حبيبات، اي قهوه صراحه متوفره عندكم في البيت فممكن استخدامها ولا استعمالها كذلك. وبالنسبه لثالث مكون غادي نحتاجو له في هذه الوصفه اللي هي الحنه المغربيه، اللي انا شخصيا من عشاق الحنه، فممكن تستخدموا يعني كميه قليله منها كيف ممكن توضعوا منها كميه كثيره، لانه كاينين بعض السيدات ما تيبغوش الحنه، فلكم حريه الاختيار، ولكن انا شخصيا غنستخدمها لانه صراحه ماشي غير كتعالج الشيب وانما كتعالج بزاف ديال المشاكل اللي كيكونوا في الشعر، فكنصح بها وبشده. بالنسبه لرابع مكون واخر شيء معنا في هذه الوصفه اللي هو زيت الحبه السوداء، فانا استخدمته دائما كنشكروا لكم، دائما كنصحكم به، دائما كنقول لكم استخدموه حتى وان ما استخدمتوهش في وصفه طبيعيه لعلاج الشيب، استخدموه كزيت لترطيب الشعر، لانه كيعالج الشيب، كيعالج تساقط الشعر، ما كيخليش الفراغات، يعني صراحه عنده عده فوائد وعده مزايا. واخر شيء غنحتاجو في هذه الوصفه اللي هو المساند الرسمي، اكيد كنا تنعرفوا اللي هو البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفان، فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه. فبعد ما تعرفنا على كل هذه الاشياء ندوزو لطريقه التحضير، طريقه الاستخدام والاستعمال ايضا. فبسم الله على بركه الله غادي ناخذ كميه من الحنه، كميه دائما كما قلت لكم على حساب الطول والكثافه ديال الشعر. من بعد غادي ناخذ القهوه حبيبات او القهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف يعني كميه
من بعد غادي نزيد نضيف يعني كميه من القهوه سريعه الذوبان او القهوه حبيبات، من بعد غادي ناخذ زيت الحبه السوداء انا غادي ناخذ هنا جوج المعالق، انتما ممكن تاخذوا يعني اكثر من جوج ديال المعالق لكم حريه الاختيار. ونحاولوا دائما نخلطوا جميع المكونات باش هكذا تخلط لينا الحنه، ايضا تخلط لينا القهوه والبيض، يعني تخلطوا جميع العناصر وزيت الحبه السوداء ايضا. ومن بعد غادي نزيد انا شخصيا نضيف الحنه، الناس اللي ما بغاوهاش ممكن ما يضيفوش الحنه ويضيفوا القهوه. ودائما نحاولوا نخلطوا الكل، والوصفه كتصبح بهذا الشكل هذا. يعني بعد ما كنخلطوها مزيان كتصبح لينا بهذا الشكل، يعني هذه هي النتيجه النهائيه ديالها، ولا هذا هو الشكل النهائي. يعني وصفه كتكون شويه عقده باش هكذا تثبت في الشعر، يعني ما تكونش سائله بزاف. فبعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل كنطبقوا الوصفه على الشعر ديالنا، يعني كنوزعوها بالتساوي، يعني كناخذوا الشعر ديالنا كنقسموه الى نصفين وكنوزعوا الوصفه بالتساوي، وكنركزوا على البلايص اللي فيهم الشيب باش هكذا ملي نغسلوا الشعر ديالنا يجينا لون موحد، ماشي بلاصه فيها الشيب وبلاصه لا. فبعد ما كنوزعوها بالتساوي كناخذوا البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفان وكنعملوه على الشعر ديالنا كاخر طبقه على الشعر ديالنا بعد ما اول شيء كنستخدموا ولا كنطبقوا الوصفه على الشعر ديالنا. بالنسبه للوقت كيبقى اختياري، فممكن تخليوا الوصفه اقل من ساعه الا كان عندكم شيب قليل، ويعني شيب ما كيكونش كتير بزاف. الا كان عندكم شيب كتير بزاف وكنتوا في سن 50 او في سن 60 فكنصحكم تخليوها اكثر من ساعه باش هكذا تنجح معكم اكثر، لانه اكيد الوصفات باش ما خليناهم مده طويله باش ما كيعطونا نتائج مزيانه، خصوصا الا كنا كنعانوا من المشكل يعني كيف ما كان بكميه كثيره. بالنسبه للشعر ديالكم بعد ما تخليوه ساعه او اقل من ساعه توصلوه كالمعتاد بالشامبو، فالزيت اللي كنصحكم به دائما تبقاو تزيتوا به الشعر ديالكم باش هكذا تعالجوا الشيب، وايضا تعالجوا عده اشياء ماشي غير الشيب، لانه فوائد زيت الحبه السوداء ولا زيت حبه البركه فهو مضاد للحساسيه، مضاد للفطريات والبكتيريا، مضاد للسرطان، يخفض نسبه الكوليسترول والسكري في الدم، يرفع المناعه في الجسم، ينشط خلايا الجسم ويحميها من تاثيرات الفيروسات، مفيد لامراض الجهاز التنفسي، يزيد في إضرار الحليب للمرضعات، مقوي للقدرات الجنسية، يغذي الشعر ويقويه ويمنع تساقطه. يعني صراحة عنده عدة فوائد وعدة مزايا، كنصح تكون عندكم يعني هاد القراءه سواء الصغيره ديال 30 مليلتر ولا ديال 60 مليلتر، يعني تبقاو تستخدموها دائما كزيت اساسي لترطيب الشعر باش هكذا تخلصوا من مشكل يعني الشيب، وايضا تخلصوا من مشاكل اخرى منها التساقط والفراغات والى اخره من المشاكل.
فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم يعني انفو تجربوا تكتبوا لنا في التعليقات كيفاش جاتكم واش عجبتكم ولا لا، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو ولا تعملوا ليه شير ولا تشاركوه مع الحبيبات والصديقات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما شخصيا اللي تعمل فائده للجميع، وتعملوا بيك لايك، تشاركوا في القناه، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم.